تشكل المؤسسات الناشئة مجالاً واعداً لتعزيز التعاون، تعكف بلادي على تشجيعه من خلال وضع إطار قاري لتطوير هذا النوع من المؤسسات وفق مخرجات الندوة الإفريقية الثانية للمؤسسات الناشئة التي احتضنتها بلادي الجزائر شهر ديسمبر الماضي. كما تطلع الجزائر لإطلاق مبادرة مماثلة على مستوى الجنوب من خلال اقتراح إنشاء مركز امتياز لرصد وتثمين التجارب الناجحة للمؤسسات الناشئة ومد جسور التعاون بين أقطار فضائنا المشترك.